ممكن. السلام عليكم، انا اسمي حمادة من محافظة الاقصر، صعيدي. طبعا احنا الجلبيدي عندنا احنا تراث عندنا. احنا طلعنا لقينا ابونا وجدودنا بتلبس الجلبيه. النهارده الجمعه طبعا ده يوم مقدس عندنا، لازم نلبس الجلبيه ونروح نصلي. واحنا مش مرتبطه ان هي تلبس الجلبيه بس في يوم الجمعه، لا انت ممكن تلبسها في اي وقت. الجلبيه دي احنا عاداتنا وتقاليدنا بتقول ده التوب بتاعنا احنا كصعايده. الجلبيه دي معموله من التراث النوبي. الجلبيه دي احنا بنلبسها في الافراح عندنا، و يعني هي الاساس بتاعتنا، هي العادات والتقاليد بتاعتنا، وهي التراث بتاعنا، وهي اللي هي يعني هي الحاجه اللي احنا طلعنا بيها من التراث بتاعنا. دي جلابيه نوبيه. الحمد لله انا عندي كذا واحده منيها، وانا فخور ان انا صعيدي وبلبس الجلابيه دي. تمام. وانت اشتريت جلابيه دي بكام؟ طبعا الجلابيه دي انا اشتريتها ايام ما كانت الحاجات رخيصه، كانت ب 200 جنيه يعني 200 جنيه دلوقتي. طبعا لا، هي سعرها اغلى دلوقتي من 200 جنيه، بس دي انا اشتريتها بدري ومعايا من بدري يعني. تمام. ولو انا عايز اشتريتها يعني حاليا بكم يا باشا؟ انت لو عايز الجلابيه دي انا اجيب لك واحده هديه مننا كصعايده عادي. شكرا. مش مشاكل، وتشرفنا بيكم. ولو اي حد من برا عايز يعني اي حد عايز الجلابيه دي، انا اديت رقمي للمستر، ممكن يتواصل معايا. حاضر. وفي اي وقت يتصل بيا وانا اجيب له الجلابيه من عندي قبل العين دي، واحنا خدامينكم في اي وقت. الجلابيه دي لو عايزين اي جلابيه احنا نجيبها لكم، دي احنا ولا حاجه، انت هنجيب لكم جلاليب احسن من كده. وده شرف لينا اكيد ان انتوا ترشوا الثقافات بتاعتنا بره مصر، ومرحبا ببلدكم الثانيه مصر، يعني ويلكم تو سكند هوم ايجيبت، يعني فيلين يور هوم هير يا باشا. شكرا. شكرا.